مشاهد الكرام، اصب عليكم الخير واصب على الزملاء في الاستديو وكل من يشاهدنا على الشاشه الفضائيه. مثل ما احنا عودناكم في لقاءاتنا وجولاتنا، احنا اليوم موجودين في مطار الكويت الدولي ووصول طائرتين جديدتين الى ارض الوطن التابعه للخطوط الجويه الكويتيه، وهي اول شركه طيران بالعالم تستخدم هذه الطائرات الجديده في الخطوط الجويه الكويتيه. نتكلم اكثر واكثر عن هذا الموضوع. معنا المهندس محمد طارق البراك، مساعد مدير دائره الهندسه للصيانه بالخطوط الجويه الكويتيه. مهندس يعطيكم العافيه وعساكم على القوه، ونقول لكم مبروكين بقدوم الطائرات الجديده الى دوله الكويت. صبحك الله بالخير اخوي نجيب، وصبحكم الله بالخير لزملائك والمشاهدين. مثل ما قلت هذه اول طيارتين استلمناهم من الايرباص، من شركه الايرباص الشركه المصنعه، وهم يعتبرون اول طيارتين بالعالم من هذا النوع اللي يدخلون الخدمه الفعليه. والكويتيه هي اول شركه تاخذ منها الطيارات هذه. طبعا الطيارات هذه فيها احدث الاجهزه الالكترونيه، وعلى يعني على الميزات اللي موجوده فيها. وهم الطيارتين هذيلة جزء من الاسطول اللي يتكون من 8 طيارات، راح نبدي نكمل استلامهم على السنه الجايه ونكمل السنين اللي وراها. وهذا النوع الثاني من الطيارات من عقد الكويتية مع الايرباص، اللي مثل ما تفضلت وسويت لنا مقابلة معاهم، الطيارة 320 نيو وهذه 330 نيو، وبعدين بالمستقبل إن شاء الله بعد كم سنة إن شاء الله راح نبدأ نستلم طيارات 350 اسطول الكويتية. طبعا ميزة الطيارات هذه استهلاك الوقود فيها اقل من الانواع الثانيه من الطيارات من نفس العائله، بالاضافه الى قدرتها على حمل الركاب اكثر، مع مدى الطيران اكثر من النسخه الاقدم من هذه النوع من الطياره. لو نتكلم عن الخطة المستقبلية إن شاء الله خلال الفترة القادمة، لابد عندكم خطة موجودة لراحة الراكب خاصة في الخطوط الجوية الكويتية. نعم، الخطة الموجودة الآن، طبعا بس خلنا نخلص من الأزمة هذه إن شاء الله، أزمة الجائحة هذه، وراح يتم تطوير إضافي حق الأسطول بالكامل. طبعا الحين عندنا الطيارات الجديدة إن شاء الله راح توصل، ونبدي نرجع الطيارات اللي استأجرناهم واللي شافوهم الركاب واستمتعوا فيهم وسافروا فيهم، ولكن خلاص راح يكون نهاية وقتهم بالنسبة للكويتية، وراح ياخذون يحلون محلهم الطيارات الجديدة هذه. ويظل الراكب اللي يطير على الكويتية يستمتع بأحدث الطيارات وأحدث التكنولوجيا إن شاء الله. يعطيك العافية المهندس محمد طارق البراك، مساعد مدير دائرة الهندسة للصيانة والخطوط الجوية الكويتية، عساك على القوة. ننتقل حق ضيفنا الآخر المهندس أحمد معرفي، مهندس في الخطوط الجوية الكويتية. مهندس صبحك الله بالخير، يعطيك العافية وعساك على القوة. ودنا نتكلم حق المشاهد الكريم، يعني هذه الطيارة فيها تكنولوجيا، فيها برامج، فيها الواي فاي، فيها الاتصال على يعني على ارتفاع مسافات طويلة، وحتى نوضح المشاهد الكريم. أول شيء صبحكم الله بالخير، التلفزيونات في عندنا نوعين، في 16 إنش وفي 12 إنش بالإكونومي و16 إنش بالجي كلاس. الجي كلاس نفس الفيتشرز تقريبا فيهم اثنينهم، الشاشات راح تكون تاتش سكرين، نقدر نختار اللي احنا نبيه من الشاشة. راح يكون في أفلام وفي برامج جديدة حطيناها الحين بالابلكيشنز، مثلا اوقات الصلاه، الجبله، في برنامج خاص بس حق الجبله، وراح يكون في بعد العاب بالجهاز الترفيهي للطياره. خلينا نتكلم عن يعني الاتصال، مثلا من ارتفاعات يعني عاليه جدا، تدري الطياره ممنوع فيها الاتصال، لكن لما يكون عندكم عن طريق الواي فاي، عن طريق الانترنت، يكون الراكب يرتاح ومتصل، مثلا عنده شغله مهمه يقدر يتواصل مع الناس اللي يبيهم اول. راح يكون بس اللي عليك انك تشغل جهازك وتشبك على الطياره من طريق الجي اس ام، وتتصل بالمكان اللي انت تبيه عادي، حتى بالاكونومي او البزنس كلاس نفس الشيء.
يعطيك العافيه المهندس احمد معرفي في خط الجوي الكويتي عساك على القوه. ننتقل حق ضيفنا الاخر مهندس عبد الله الدوقجي مهندس في خط الجوي الكويتي. مهندس يعطيك العافيه وعساك على القوه. ما شاء الله المهندسين الكويتيين هم اللي ما شاء الله يعني على هذا العمل لخدمه الركاب وخدمه المواطنين والمقيمين. نتكلم عن يعني هذه الطياره لها مسافات بعيده الطير، فحتى نوضح للمشاهد الكريم طياره متميزه الاولى في العالم تاخذ خط الجو الكويتي حتى نوضح للمشاهد. صح هذه الطياره تطير مداها 15000 كيلومتر، تنعد من المد رينج مو المدى الطويل، وان شاء الله يعني خلينا نتكلم مهندس عن انواع الكراسي اللي موجوده في البزنس عندكم، في الاكونومي موجود، حتى عملت المسافات اللي بين الكراسي حتى الراكب يقدر ياخذ راحته. عندنا 32 كرسي بزنس بوضعيه السرير، الايكونومي عندنا 202 كراسي. يعني ما شاء الله عملتوا يعني اجراءات كبيره جدا في هذه الطياره لراحه الراكب، يدخل الراكب الطياره ويكون مرتاح، ما مو مثل قبل كان مثلا الكرسي يكون جريب على بعض، الان عملت مساحات. صح هذه المساحات 33 انش بين كرسي وكرسي، فحتى لو يعني واحد طوله مترين ما راح يتضايق، راح يكون عنده مساحه. مهندس عبد الله الدوقجي يعني ودنا نعرف يعني هل واجهتكم بعض الصعوبات في يعني في وصول الطائره، في عمل هذه الطائره، في اختيار ما شاء الله الامور اللي اخترتوها ما شاء الله كلها راحت الراكب؟ والله ما حاشتنا مشاكل، بس المشكله عارفين انتوا بالازمه الحين الوضع الحالي بالعالم، يوم رحنا نجيبهم من المصنع كان شوي في اذيه بالاختبارات ولا، بس هو شيء طبيعي بالوضع الحالي، وكانوا طيارتين وكان عندنا ناس شوية لازم ندز نص فريق تقريبا مو فريق كامل، لأن دعوة لازم تندز لك دعوة عدد معين من الناس، وكل شيء الأمور تيسرت الحمد لله، الفريق كان ممتاز. يعني ما شاء الله الأمور كلها طيبة الحين، ما شاء الله الطيارات على أرض الكويت على مدار الكويت الدولي. اي نعم طيارتين يبنى مرة واحدة. يعطيك العافية المهندس عبد الله الدوقجي من خطوط الجوي الكويتية. مشاهدينا الكرام كنا معكم في مطار الكويت الدولي وشاهدنا معكم يعني وصول طائرتين جديدتين إلى أرض الوطن، وها طائرات هما الأولى في العالم تستخدمها خط الجو الكويتية. راح نرجع للزملاء لتكملة فقرات برنامج صباح الخير، لكم الهواء تفضلوا.